الامر تيتعلق بفتاه اللي تتبلغ من العمر ديالها تقريبا 22 سنه، اللي هي من حاضره من الاقليم من مدينه زاكوره، واللي تعرضت لواحد سوء المعامله يعني من طرف المشغله ديالها، واللي تتمثل يعني في الجروح وفي حروق من درجه ثالثه، اللي هي تترسم واحد الصوره وحشيه لهذه الممارسه تعرضت لها هذه الفتاه اللي تشتغل تقريبا هذه مده ديال سنتين عند هذه السيده هذه. تم الايداع ديالها في مصحه خاصه يوم السبت 13 يناير، وتم اشعارنا من طرف يعني الطاقم الطبي بهذه الواقعه، وانتقلنا لعين مكان التقينا الفتاه وطمأناها وحكت لينا بالتفاصيل على ان ما وقع يعني كان نتيجه يعني سوء معامله وحشيه من طرف المشغله ديالها اللي مارست عليها يعني جميع شتى انواع التعذيب. وحاولنا ما امكن على ان الجمعيه يعني منين شافت هذا الملف يعني تكلفت على انها تاخذ يعني اون شارج هذه الفتاه، وغادي تنصب راسها طرف مدني في هذه القضيه. الان اللي وقع من خلال يعني بالتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الانسان، تم اخبار يعني اشعار الوكيل العام بالواقعه اللي في العلم ديالنا على ان المشغله دازت عند قاضي التحقيق، وتم ايداعها في السجن العكاشه حاليا. ما عندناش معطيات كثيره على المشغله، ما حاولتش يعني حاولنا نستقيو معلومات من عند الفتاه، ولكن يعني كانت منهكه، ما كانش في واحد الوضعيه اللي يسمح لها على انها تعطينا معلومات. ولكن الان يعني مع المحامي ان شاء الله غنحاولوا هذه المعطيات كلها غنحاولوا ناخذوها ان شاء الله يعني من عند الامن. وكذلك ايضا للمعلومه هناك يعني تقرير ديال الطب الشرعي اللي تم انجازه الامس، واللي تا هو غادي يعطي واحد البيانات كبيره على حول هذه الواقعه هذه. الصحه ديالها حرجه، هي في واحد يعني كاين واحد التتبع دقيق للوضعيه ديالها، واليوم في هذه اللحظه اللي تنهضر معكم فهي في تيتم اجراء عمليه ليها باش يحاولوا ما امكن يعالجوا دوك التبعات ديال دوك الجروح اللي هي وقع من خلالها تعفن، اللي تيحاولوا ما امكن على انهم يديروا واحد المجهود كبير باش يحاولوا يقضيو عليه، لان هاد كما قالت لنا الطبيبه هاد التعفنات اللي بقات غادي ممكن تادي البطر داك الرجل ديال هاد الفتاه هادي.